اللي كاين ديال التشبيب هو انه تشبيب مضطر ماشي تشبيب مخطط. حنا كنا تمنينا لو كان عارفين لو كان مخطط وعارفين من الاول غيمشي فلان ويمشي فلان ويمشي فلان وغادي نديروا فرقه ديال الشباب وما غنديوش الشامبيون هذا العام غادي نديوها العام الجاي ولا العام اللي من موراه غادي نديروا تخطيط ها هما الشباب اللي كاينين غادي نجيبوا بعض الشباب من مدن اخرى ربما وغادي في مخطط. اليوم هذه كلها حلول ترقيعيه. مشى اسمح لي مشى فلان مشى فلان مشى فلان وعيط لفلان عيط لفلان شكون اللي رابح؟ رابحه الفرقه. من اللي رابحه الفرقه واش الدعم ديال هاد لي جون هو انكم ما تساندوش؟ لا انا كان لا واسمح لي لا دابا هادشي اللي انا تبع هضرتك انا تبع هضرتك اللي حيت هو اضطراري ولا ترقيعي نعم اجي نشيل. لا ولكن حنا جينا ودخلنا على اساس الفرقه واش انت كتظن واش انت كتظن بان المسؤولين جايين للجيش ما بغاوش قدوا يعاود يسيني؟ لا وانا اسمح لي نقول لك شنو كنظن. انا كنظن واش دابا كتظن بان المسؤولين ديال الجيش الملكي كون بان لهم العامري ما صالحش ما يقولوش لي سير فحالك؟ انا ما قلتلكش العامري ما صالحش. وشنو دابا قول لي؟ انا شوف انا 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 راني حيت دابا راه كاين جوج الحوايج يا اللعابه ما صالحينش يا العامري ما صالح. كاين حاجه ثالثه شنو هي؟ واحد الاداره ما صالحش والاداره ما صالحاش الاداره ما خداماش اي مثلا وي مثلا هذه عوامل كامله كتخدم عليها العظيمه الا هضرتي مع الا هضرتي مع ولكن في وسط هذا الشيء كامل نعم شنو الدور ديالكم؟ انا رجع ديما للدور ديالكم. شنو بغيتي الدور ديالنا يكون بحال دابا؟ قول لي انت شنو هو الراي ديالك في الدور ديالنا احنا؟ المسانده ديال الفريق. ما معناه؟ مساندة نبدا نصفق يكون اللي يكون نبدا نصفق ونمشي بحال هذا كوا يكون اللي يكون شنو غيكون؟ صافي دير كتشوف الخلالات بالاطنان وسط النادي ماشي وسط الفريق. قولها لينا قولها لينا وخلالات واضحه. قولها لينا سيدي الناس انت عارفها انت قريب من الجيش قول لينا شنو كاين خلالات شنو حنا اللي عارفين اللعابه مضاربين مع العامري العامري مضارب مع بعض اللعابه والجمهور كيعير هادشي اللي عارف الناس اللي كازا اللي في حسيمه اللي في الطات اللي في طنجه. قول لينا اخويا انت هاد الخلالات شنو هما بالنسبه لك؟ الا كنت انت عارف بان العامري مضارب مع اللعابه ما كاينش اللي كيصلح بين العامري واللعابه؟ ما كاينش شي سلطه فوق هادشي؟ لا كاينه سلطه كاينين مسؤولين ديال الجيش الملكي بان لهم العامري صالح والقديوي والمناصفي ولا لاعبين اخرين قالوا لهم سيروا في حالكم ها هما دخلوا سيروا اخويا في حالكم حنا بغينا العامري. واش هذا حل ولا ماشي حل؟ ماشي حل. انا نقول لك شنو هو هذا؟ هذا حق. هذا حق مزيان ماشي حل. مزيان مزيان لو كان عرفت انا من النهار الاول القديوي ولا اي لاعب وكنسحب عاوتاني هذه الكلمه ديالي ما حنا ما كنفضلوش واحد على واحد اي لاعب نعرفوه من الاول راه الفريق خذا فيه القرار ما غيجددش نحترم اللي خذا القرار موي. ولكن لو كان نعرف بان هذاك اللي خصو اللي غادي ياخذ القرار هو بنفسه يوم على يوم يوم على يوم الايام كتمر هو ما عارفش يمكنليش انا ما يمكنليش نمشي معاه كيولي هذا تسيير يومي ما يمكنش نادي او لا اي جهاز كيف ما كان يتسير يوم بعد يوم كيتسير بخطه كيتسير بخطه باستراتيجيه بسياسه على المدى القصير على المدى المتوسط فهمتيني هذا هو اللي حنا ما كنتفقوش معاه. اذا نرجع معك واحد النقطه ديال قلت شي لاعبين ولاد المدرسه حنا اول واحد كيف قال السي سامر حنا اول واحدين بادرنا باش طلبنا ولاد المدرسه يكونوا في فرقه من مور فين دينا البطوله في 2008 شفنا الفرقه مشتته لعاب ما كاينه غايبه عليهم داك الغير على التوني مش تلقاهاش بغينا حنا اللهم تشوف اللعاب تيلعب ما تيبينش بانه تيتقاتل بانه تيبغي ديك حيت الكره راه خدمه مش تشوفوا بانه ما تيبينش في فرقعات الميدان ما تيتقاتلش ماشي بحال هكذا بغينا ولاد المدرسه وصيفطنا ميساج للسونتر باسم الترا عسكري وبلا كارمي باش نحدد على هذه صيفطناه نطالبوا منهم باش يبداو يدخلوا لنا ولاد مدرسه عندنا خير نصبروا حنا حتى 3 سنين ولكن يبنيوا لينا فريق الجمهور مستعد يصبر كلشي مستعد ولكن تكون واحد السياسه يكون تخطيط مسبق ماشي شال دابا تعاركوا وحلو ما لقاوش البديل ولو احكا اجي جيبوا ولاد مدرسه سكت الجمهور به راه ماشي خدمه هذه حنا ماشي ضد حمزه ولا احمد خليل ولا الكيندي ولا محمودي ولا الكاس نعم حنا معاهم هذوك تنبغيوهم حنا وتنعزوهم حيت ولاد المدرسه وتيبينوا واحد الغير على الفرق. اذا حنا متفقنا بانكم انتم ما بغيتوش حلول ترقيعيه بغيتو حاجه على المدى الطويل. طويل مزيان سي تري تري بيان. الان لاعبين كبار مشاو لاعبين صغار بداو في الفرقه سي سامر كيفاش جاوك هاد اللاعبين الجداد ديال الجيش؟ انتصار في البطوله انتصار في شمال افريقيا ها الفرقه غادا بدات كدور
واش كيبان لك بان الفرقه هذه اللي كاينه دابا بهذه الاسماء اللي فيها بالفتره ديال الانتقالات والانتدابات اللي غادي تحل واش يمكن الجيش يرجع؟ لا دابا الجيش لا كيفاش كتبان لك الفرقه دابا من بعد جوج ماتشات؟ انا 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 صراحه ما كيبانليش الجيش عندها باش تدي البطوله هذا العام الان الان فهمتي الا حتى بالاخص الا دخلنا في التشبيب وغادي يلعبوا بالدراري الشباب انا ما كيشكلش ليا مشكل باش ما ديش البطوله هذا العام راه ما ديتهاش حتى العام العام 2008 الجيش دات البطوله 2009 دات الكوب نعم كاس العرش 2010 باقي ما كاين والو الا جينا نشوفوا بالورقه والستيلو الجيش راه ما عندوش مشاكل ولكن الواقع اليومي الواقع اللي كاين يمكن العامري عنده بورسونتاج ديالو يمكن اللاعبين عندهم بورسونتاج ديالهم يمكن المسؤولين عندهم بورسونتاج ديالهم ويمكن الجمهور حتى هو عنده بورسونتاج ديالو في هذا تكلمتي على 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 الجيش الملكي يعني في النتائج النتائج حتى هي راه في تراجع منذ على الاقل 3 سنوات تراجع يعني الفرقه اللي كانت في 2005 ماشي هي اللي كانت في 2006 وحنا غاديين هي كتنقص قول لي شي فرقه من 2005 باقا هي دابا لا ولكن سي نورمال حاجه طبيعيه وحنا ما خصنا نهضروا على شي حاجه اللي ماشي نورمال شي حاجه اللي اكسترا اوردينير تقول لي من 2005 ماشي هي الفرقه وراه اي فرقه في العالم من 2005 دابا راه هي كتطلع هي كتهبط عادي هاد الشيء سي سامي عادي الان الفريق كيف قلنا المشكل الاساسي اللي كاين في فريق الجيش الملكي يمكن ديال المسؤولين يمكن واللي يمكن المسؤولين لانهم هما اللي هما اصحاب الفرقه والاساسي هو العلاقه اللي كاينه بين المدرب واللاعبين وي مزيان كاين ناس اللي كيعيبوا على الجمهور ديال الجيش وعلى الجمهور كله ديال كره القدم بانه كيفهم في كل شيء جمهور هذا لا ما يلعبش لا هذا عيان لا كيوليو كيفهموا احسن من المدرب واحسن من اللاعبين واحسن من كلشي نتوما شنو الراي ديالكم في هذا الموضوع نمشيو عند السي مصطفى بالخير ديال البلاك ارمي شنو الراي ديالكم في هذا الموضوع هذا ديال الجمهور باغي يتحكم في اللعابه وهذا يلعب هذا ما يلعبش شنو باغيش يتحكم تهضر تخليه يهضر اسيدي خليه يهضر خليه يهضر اسيدي قول لنا شنو كاين واش ما قول 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 هذا واخا سيدي قول اسيدي قول السي محمد الكحول حنا تنطالبوا من اللعاب ماشي دابا انا ما لا نقول لك قول لي المهم طريقه غير مباشر حنا اللعاب ماشي ما تندخلوش حنا ما تندخلوش في اللعاب ولا المدرب نقولوا ليه المدرب لا دخل حق لاعب فلان ولا فلان حنا ما عندناش مشكل شكون يلعب عندنا مشكل لا كي واه لا ودابا شو ودابا شو هضر معايا في الواقع ما تقولش لي احنا ما عندناش مشكل مع هذا يلعب ولا هذا ما يلعبش لا عندكم مشكل لا علاش انا الجمهور ديال الجيش الملكي فاش كيطلع كيسبوا كيعير هذا وهذا ما خصوش يلعب لا شي لعاب تيسبوا من الجمهور انا نقول لك بحال هكذا وتيستاهلوا كيفاش كيسبوا اسمح لي حيت لعاب لعاب تيقل غتجاوبني على الخطا ديال الجمهور كيسب اللاعبين حيت كيستاهلوا حيت لا ماشي قلت لاعبين قلت لعاب لعاب الكلمه هذه اسمع نقول لك نشرح لك علاش صراحه كاين لعاب دابا حاسب بحال هكذا يدير لك شي حركه ليدك ولا شي يدفل جهه الجمهور واش يدير لك بحال هكذا كامل تندفل عليكم انا شنو تتسنى انت دابا شي واحد يجي ويدفل حداك بحال هكذا شنو انت غادي تكون رده الفعل ديالك وتيقول لك دفلت عليك شنو رد الفعل ديالك انت رد الفعل ديالي هو نعاود نسبوت انا لا شنو رد الفعل ديالك انت انت ما في يدك والو ما عندكش السلطه تتهضر مع المسؤولين تتوصل لهم بان الجمهور ما عندوش السلطه اسمح لي نقول لك ما عندوش السلطه ماشي اللي عنده السلطه ولكن انا كيظهر لي راه عطيك الجواب الصحيح شنو هو الجواب الصحيح الجواب الصحيح قال لك لاعب كان عيرو حيت كيستاهل لا 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 قلل من احترامك كمشجع انت تضحي ترونسبور من جيبك تتخلص البيه ديال التيران ما عرفك واش انت واكل ولا ما واكلش واش بايش في الزنقه ولا بايش في شي اوتيل ياك وضارب مسافه كاين الدراري مشاو حتى للجزائر ياك شابع الفرقه ولعاب شي صب عليهم بحال هكذا دابا انت كتهضر على مراد فالح جيني قود انا جيني قود انا قول لي كتهضر على مراد فالح انا واش كتهضر على عمم ودابا شوف قلت لي لعاب واحد شويه قلت لي كنعمم وقلت لي الجزائر علاه ما كتهضر انا تعطيش كاميشيل بالقضيه وشوف شوف اشوا كي نقول انا راه ما عنديش مع عمرو زيد قلت لي الجزائر اللعاب كيدير اللعاب كذا لعاب واحد شكون هو خد لعاب واحد باش نسمعوا الراي ديالو انا ما فلاح انا ما سمعتش دابا شوف انت دابا هو بغيت دابا شوف شوف انا شنو هو السؤال المطرح سي عادل خليني اسي سمير كنهضر مع انت جمعيه بقى في الجمعيه ديالك خليني نهضر مع الالترا الله يجازيك بخير كل واحد يهضر بسميتو انت دابا انا ما عممتش قلت لك لاعبين انت قلت لي لا
لاعب واحد انت اللي لا انت انا نقول بوان دابا تجيني نقطه نقطه ودابا شويه دابا واش شكون اللي عمام فينا انا ولا انت لا دابا انا فين قلت لك كاين شي لاعب قلت لي لاعب قلت لاعبين اش قلت لي قلت لي لا لاعب واحد واش جبتي لي لافير ديال الجزائر واش جبتي لي لافير ديال الجزائر تجيني درجه يلا خو سير درجه الاول قلت لك كاين شي لاعب تيستحق السبان انت قلتي لاعب شكون هو قلت لك انا واش لاعب ديال لا لاعب واحد واحد شي حاجه بغيت نقولها ولكن احترمت المستمع يقول لي اقول ما تحترم حتى شي واحد انتم في التيران فاش كتدخلوا كتحترموا شي واحد لا تنحترموا تنحترموا اسمح لي كتحترموا تيكونوا خروقات وشخصيه وكل مسؤول على راسه كل مسؤول سي تري تري بيان دابا نرجعوا قلتي لي لاعب واحد اللي كيستاهل السبان مزيان جبتي لي لافير الجزائر اللي العالم كله كيعرف المغاربه كلهم كيعرفوا ياك فلاح وتصالحنا معاه وقدم اعتذار للجمهور وهذيك النقطه تجاوزناها وقعوا شحال تجاوزت شحال من لاعب وجيني قود ورجل جيني قود قول لي مراد فلاح ودابا ملي هي تجاوزت علاش عاودتي جبتيها لا انا قلت لك غير عطيتك غاميشيل على شي انت قلتي قلتي لنا باننا حنا تنسبوا اللاعبين انا قلت لك ماشي كلشي تيتسب كاين اللعابه لا كاين شي لاعبين تيديروا شي امور تضرك انت كمحب للفرقه تنفعل مع ديك الحركات اللي تيدير لك صافي تعطيه انت تيكون رد عكسي فهم رد الفعل ديالك نعم وكاين لاعبين اللي تحترمهم علاش حيت تيجي ديما احترام تيدوز من حداك في الشارع تتلاقى مع السلام فلان بخير صحه لاباس نعم اذا مستمعينا الكرام غادي ناخذ فاصل بعده نواصل رجعنا معكم مستمعينا الكرام دائما على امواج راديو مارس هضرنا على فلاح فلاح اتصل بينا وبغى حتى هو يهضر حقو ناخذ الراي ديالو معنا مراد فلاح عميد فريق الجيش الملكي فلاح مرحبا بك معنا في راديو مارس مرحبا بك سي عادل مرحبا بالضيوف ديالك الكرام ومرحبا بالمستمعين الكرام فلاح اليوم حنا كنهضروا على الجمهور ديال الجيش الملكي الدور ديالو في الازمه اللي هما سموها بان ازمه باقي الجيش الملكي ما خرجش منها شنو كيبان لك رد الفعل ديال الجمهور ديال الجيش الملكي في هذا الوقت اللي نتوما محتاجين ليه فيه بسم الله الرحمن الرحيم انا متفق معهم في نقطه واحده هي الازمه اننا باقي ما خرجناش منها لان الانتصارات ديال النصر الليبي ولا ديال الحسيمه ماشي انتصارات عاديين نعكسوا بالايجاب على المجموعه ولكن كفريق الجيش الملكي والحجم ديالو والتاريخ ديالو انتصارات خصها تكون اسبوعيا ان شاء الله في البطوله والجمهور اللي كان الحاجه وحده اللي كنبغينا نواخد عليه خصوصا انه في هذا الظرف هذا بالذات اللاعبين اللي كنلعبوا بهم حاليا راه ما غيقدروش على ذاك الضغط واخا الجمهور قليل جمهور قليل والضغط كاين على الدراري ما مولفينش انهم يلعبوا في ملاعب كبيره وما لعبوا ما عندهمش تدريب انهم لعبوا مع فرق كبار كما كيتحملوش داك الضغط وعندها لاعبين اللي صراحه في المستوى الكبير اللي عندهم طاقه تقدر يفجروها الا كان الجمهور بجنبهم نهار المقابله ديال النصر الليبي بدنا مجهود كبير بعض اللاعبين اللي عندنا تجربه باش اننا نحيدوا الضغط على اللاعبين ونسيهم ان الجمهور راه غير غضبان وهادي راه من بعد المرور الدورات غادي يوقف معاهم وداك الشيء الجمهور انا حاجه غادي نقول لهم لان من حقهم انهم يحتجوا هذا طبيعي لان كما هما ما صراهمش الحاله ديال الفارع راه حنا الاول انا كباسم اللاعبين انا ما عجبنيش هذا الحال الفارق لان انا الخدمه ديالي هذه فارق ما غاديش مزيان انا راني ما غاديش مزيان وحاجه اخرى اللي كاينه مشكل اللي كاين اخر ان الجمهور ما كيخص اللاعبين بالتشجيع ما كيشجعهمش نهائيا وكاين تمييز لاعبين كيحسوا انا باش نتواصلوا مع الجمهور ديالنا باش يعرفوا ان شنو كاين بالضبط بصراحه حنا كنتحملوا مسؤوليه اللاعبين 100% ما ندخلوش معنا العزيز العامري الاطار الوطني نخليوه في التقار لان لاعبين